السلام عليكم الإخوان والأخوات، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفكم على بعض الأضرحة ديال بعض السلاطين وبعض الأمراء ديال الدولة العثمانية. غادي نبداو هنايا بالضريح ديال السلطان أحمد. السلطان أحمد يعني الضريح ديالو هو بالقرب نيت من المسجد ديالو اللي معروف بالسلطان أحمد، وهاد الساحة هي هذه اللي كتفرق بينه وبين آيا صوفيا، مسجد آيا صوفيا. هذه واحد اللائحة ديال الناس اللي متفنين معاهم، وعاطين الظلال ديالهم. ده هو المدخل ديال الضريح ديال السلطان أحمد. ضروري من المدخل، يعني جميع الأضرحة ولا المساجد ممنوع الدخول بالصباط ديالك، ضروري ما تحيد الصباط. إذا كما كتلاحظوا هنا واحد مجموعة كبيرة من الأمراء الصغار اللي كانوا كيموتوا في الدولة العثمانية، ما عرفش السبب، كاين بزاف ديال الروايات، ولكن الله أعلم. كاين اللي كيقولوا بأنهم، كاين اللي كيقتلوهم بيناتهم على أساس المول، كاين. المهم كل هاد الإشاعات ماشي متيقن ما فيها 100%. إذا كاين السلطان أحمد ومعاه واحد المجموعة كبيرة من الأمراء، سواء الأمراء الصغار والأمراء الكبار. سلطان أحمد خان. دوني ذاك مصور خدي اسمه. الآن انتقلنا لأضرحة أخرى ديال بعض السلاطين والأمراء. هادو في المدخل ديال مسجد آيا صوفيا. في الغالب هاد الأضرحة ديال السلاطين العثمانيين أغلبية ولا جل ديالهم كيكونوا بالجانب ديال أو داخل المساجد ولا في الجانب الجنبات ديال المساجد ديالهم. إذا هنايا غادي نتعرفوا على واحد المجموعة ديال السلاطين هنايا في هذا الجناح بجانب مسجد آيا صوفيا. إذا نخليكم مع هذه الأضرحة. هذاك الضم الأضرحة وفي مقبرة الأمراء. المدخل ديالو كاين واحد المدخل صغير هنا، هادو الأمراء الصغار. هذا
ديال الامراء مع الملك مراد الثالث. المعمار هذا شتي كلهم المغرب دعوت المدخل ديال الضريح السلطان سليم الثاني المغرب ديالو هو هذا السلطان سليم الثالث مع الأمراء هنا يعود المدخل ديال ضريح السلطان محمد الثالث المدخل ديالو هو هذا واحد الظاهرة عندهم هنا بزاف دوك دوك الأمراء الصغار اللي كيموتو تما هما كيدفنوهم هنايا دابا حنا ها ضريح تهرب هذا ضريح السلطان مصطفى الأول مع ضريح السلطان إبراهيم المدخل هو هذا جوج ديال السلاطين مع الأمراء كلهم هاد القباس هادو هذا هو